بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد. هنا في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات شوطنا العشرون ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسات الجعدان من فئات الانتاج. نتمنى التوفيق دائما للجميع. مباشرة نسير الى المركز الاول والى الغزال اللي على المركز الاول وعلى الصدارة بشعار سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، بينما فرحان بالمركز الثاني لحمد بن محمد السم المنصوري ثالث المراكز. هناك مع انطلاقة المركز الثالث من ناصي القادم لهلال بن حمد بن حمود الينيبي، بينما المركز الرابع الحصيني لعامر بن حمد بن حويرب المنصوري، وخامسا مع خطاف لراشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي. يأتي من خلال هذا الحضور وصل سلطان بن علي بن عمير الاكتبي، يتقدم بهذه اللحظات، يتقدم بهذا المستوى، يتقدم بهذا الشعار، بينما الوصول هنا من عجيب لسعيد بن مسلة بن غنزول العامريات من خلال هذه المنافسة. وارى شعار، ارى مجد لجمعة بن محمد بن عصيان المنصوري، يصل بمجد. ولكني اعود الى الغزال اللي على المركز الاول على صدارة هذا الشوط لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، يتقدم ويتصدر ويتحرك على الصدارة على مقدمة الشوط، بينما ثانيا فرحان حمد بن محمد بالسم المنصوري ياتي مع فرحان، انتقل للمركز الثالث مع مجد جمعة بن محمد بن عصيان المنصوري، بينما المركز الرابع خطاف بالمركز الرابع لراشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. يهي لحظات، يهي منافسة، يهو صراع، لكني بعود إلى الصدارة، إلى فرحان اللي على المركز الأول على الصدارة، يتقدم بهذا الانطلاق المميز لحمد بن محمد بالسم المنصوري على صدارة الشوط على مقدمة الأداء، بإبداع، بانطلاق، بقوة، بإثارة، بتمسك، بإصرار، وبعزيمة على المركز الأول. هذا هو فرحان من يتصدر الجعدان وعلى أرضية الميدان. ولكن أرى شعار يخطو والأعيان، أرى شعار بن عمير، أرى خطافة لراشد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، يصل في هذه اللحظات، ولكن أرى قدوم بالمركز الثالث، هذا الصامل لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وصل في هذه اللحظات بأشواط الإنتاج بن عمير بو زايد بالسم. يهو شوط، يهو معركة، يهو صراع، يهو تحدي، يهو انطلاق، بس ما زال وابو زايد قادم يقدم لنا شعار مع الصامل عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. بن عميره من الجانب الاخر الشوط مع بسم بن عمير. اللحظات المثيرة، ولكن بن عميره يختطف مع خطاف هذا الشوط راشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي باللحظات الاخيره. سلام زاخر سلام، بينما المركز الثاني هناك مع المركز الثاني كان فرحان لحمد بن محمد بالسم المنصوري، المركز الثالث كان بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع وصل فيها ثاعية
هنا لسعد بن عامر بن سعد الفيدة المري هنا مع المركز الرابع. وإذا مشاهدينا الأعزاء شاهدنا المنافسة هنا في هذه الأداء الجميل والتحدي المميز، ولكن خطاف من يختطف هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. هنا التوقيت الزمني 4 دقائق 29 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي على هذا الفوز والانتصار، بينما فرحان بالمركز الثاني لحمد بن محمد بسم المنصوري. توقيتها الزمني 4 دقائق 29 ثانية جزئين من الثانية. أما المركز الثالث فكان بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع الصامل، وتوقيته الزمني 4 دقائق 29 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع كان مع هنا 4 دقائق 31 ثانية جزءا واحدا من الثانية، كان مع الساعي لسعد بن عامر بن سعد الفهيد المري. والمركز الخامس 4 دقائق 34 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين.